الغاليين وأصحاب البصيرة، إلى إخواني المسلمين الأحباء، أرسل سلامي بكامل إحساسي إلى كل من هم ضد الرأسمالية الفاشية الشيوعية القومية الصهيونية، والأهم منهم كلهم ضد الدكتاتورية. أنا شخص شاعر من أخوتكم، آمن بقضية فلسطين وقام بكل جهده بما يستطيع فعله من أجل نجاح هذه القضية. ومصدر هذا الجهد هو أن القدس بصفتها جزء من فلسطين هي صاحبة أهمية كبيرة لنا، وتنبع هذه الأهمية من دوس أقدام أهم شخص وثوري في تاريخ البشرية، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، على ترابها قبل معراجه إلى السماء مباشرة. في حياتي يوجد مكانة خاصة لإسطنبول، ولكن مكانة القدس أكبر وأفضل. نصف قلبي لمكة ونصفه الآخر للمدينة، وفوقه تأتي القدس كخيوط الزينة تزينه. الدفاع عن القدس المحتلة هو دين علينا حتى تحريرها وحصولها على الحرية. بدون حب مكة والمدينة والقدس وإسطنبول لن نصل إلى الحكمة من حياتنا ووجودنا، لأن وقفتنا العالمية تبدأ من القدس. بدون حب القدس لا يمكن لك الدخول للإنسانية، لهذا نحن المسلمين نحب القدس كثيرا. الدفاع عن القدس هو الدفاع الحقيقي عن الحرية، لأن الحرية الحقيقية عبارة عن تراكم متكونا بالتقطير على طول مئات السنين. القدس هي أحد المصادر الأصيلة لشرف الإنسان وإنهاء الوثنية، لأن قدسنا الحبيبة هي أساس عقيدتنا. لهذا السبب أصحاب الضمائر الحية من الأدبيين والفنانين والكتاب يجب علينا أن نقف موقفا ضد جميع المؤيدين للاستعمار والخونة الجواسيس، ليس فقط من أجل فلسطين وإنما من أجل جميع دول العالم. الغربيون لحد الآن لم يستطيعوا التغلب على مخاوفهم ويخفونها في أحد زوايا نفوسهم، وهذا الخوف هو الخوف من احتمال عودة ثقافة الإسلام من الشرق الأوسط من جديد، وذلك لأن الشرق أوسطيين إن استطاعوا إعادة إحياء ثقافة الإسلام ثانية فإنهم سيعدلون عدم التوازن الموجود في عصرنا هذا. الآن المسجد الأقصى المحتل هو بمثابة كتاب مقدس تمزقت بعض أوراقه، نحمله نحن المسلمون في قلوبنا رغم أنف الأعداء الذين يسعون لهدم معتقداتنا. ومن هنا من تركيا أرسل سلامي لإخوتنا الفلسطينيين، وأقول لكم أنا دائما داعم لكم، وسأكون بجانبكم في كل وقفاتكم ومظاهراتكم لتحيا الوحدة الإسلامية في العالم. فلتحيا فلسطين، فلتحيا القدس، ليحيا ارتباطنا التام بسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا لسعادة من قال أنا مسلم. ولد نوري باكديل عام 1934 في ولاية كهرمان مرعش جنوب تركيا، وتخرج من كلية الحقوق بجامعة إسطنبول. بدأ كتابة الشعر والمقالة في مرعش، ونشر أعماله في جريدة خدمة للديمقراطية. وفي عام 1954 وهو يدرس في الثانوية أصدر مجلة حملة. وفي عام 1972 أسس مؤسسة نشر المجلة الأدبية،
وهو أيضا من مؤسسي مجلة الأدب، ويلقب الأديب التركي بشاعر القدس بسبب دفاعه المستمر عن القدس وقضيتها العادلة منذ عقود طويلة. وفي عام 2015 افتتحت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية المدرسة التركية الأساسية للبنات في مدينة نابلس في فلسطين، والتي أقيمت بتمويل من وكالة التنسيق والتعاون التركي تيكا، وتحمل اسم نوري باكديل. وآنذاك عبر الشاعر التركي عن مشاعره المحبة لفلسطين ودعمه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني في سعيه لإنهاء الاحتلال وإقامة دولته. وتوفي الأديب والشاعر التركي الكبير نوري باكديل يوم الجمعة عن عمر ناهز 85 عاماً. وتوفي باكديل في مستشفى المدينة الطبية بالعاصمة أنقرة الذي كان يتعالج فيه من التهاب بالجهاز التنفسي. ومن المرتقب أن يوارى الثرى بعد الصلاة على جنازته في مسجد حاجي بيرم ولي يوم السبت بعد صلاة العصر. وقدم الرئيس رجب طيب أردوغان تعازيه في وفاة الأديب التركي عبر تغريدة في موقع تويتر. وترحم أردوغان على الأديب باكديل وقدم العزاء لمحبيه، مرفقا التغريدة بصورة له مع باكديل، وقال: أترحم على شاعر القدس السيد نوري باكديل، أحد ألمع رجال الأدب، جعل الله مثواه في الجنة.